بعد ذلك من الجانب الأيمن، كرة منقولة في الجهة اليمنى، تعود الكرة مرة أخرى في وسط الميدان. داني سيبايوس دخل بدلا من الكرة من الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة لا تأتي لريال مدريد في هذه اللحظات، بحث عن مرور، عودة للخلف مرة أخرى تصل في وسط الميدان. إسكوبا مع اللاعب بيرين لاعب نادي الأرسنال، ولكن نتحدث عن بقاء نيمار، نتحدث عن ثاني أفضل لاعب في نادي برشلونة. كرة وصلت من الجانب الأيسر، إسكو عند الكرة يتقدم يحاول والتصويب، لاعب اللي تألق مع باريس سان جيرمان في مباراة الرسمية الأولى واستطاع أن يسجل وأن يصنع باريس سان جيرمان في بطولة كأس السوبر الفرنسية. كرة منقولة من الجانب الأيمن لريال مدريد، للاقة لا تأتي، عرضية بعد ذلك لكن تغطية دفاعية كانت حاضرة في الكرة الماضية، وبعد ذلك عن طريق اللاعب كارلس سالينا ترسل كرة طويلة في وسط الميدان لمصلحة البارسا اللي يريد أن ينهي هذا اللقاء بهدف رابع. ريال مدريد اللي يبحث عن هدف تعادل والذهاب إلى ركلة، لدينا ركنية ديس سواريز لسلة كرة عالية لكن نقلت إلى الجانب الأيسر لكنها كانت بعيدة على لوكاس زينيه وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية إلى رمية تماس. بهذا الفوز وكما ذكرت برشلونة يتصدر هذه المحطة، بينما هنا ثنائي هل سيغيب الضلع الثالث من الام سي ان، هل سيغيب هذا الضلع الثالث من الام اس ان؟ نتحدث عن نيمار، وهل سنشاهد ثنائي وليس ثلاثي في الموسم القادم الساعات القليلة القادمة التي ربما تفصلنا عن هذا الأمر وعن الخبر المؤكد لهذا التي لم يتحملها من جماهير نادي برشلونة؟ كرة بتعود وصلت من الجانب الأيمن، بعد ذلك سيبايوس مرور بصوله أن يتحكم أكثر في التدخل لمصلحة ريال مدريد. لوكاس فاسكيز يتقدم في الوسط، عودة عكس اتجاه اللعب إلى أقصى الجانب الأيمن لريال مدريد، الكرة ما زالت قائمة لكن التغار عكس اتجاه اللعب إلى أقصى اليمين في الأخير أردا توران، لكن في الأخير بعد ذلك أيضا من مدافع نادي برشلونة قطعت هذه الكرة ووصلت في وسط الملعب مرة أخرى. دقتان هو الوقت المحتسب بدأ